يلقبونها بالمرأة الحديدية وينادونها ماما، نشأت وراء جدار اسمه برلين، فهدمت كل الجدران من وإلى ألمانيا لتجعل من بلادها ينبوع الصادرات الصناعية وتفتح الأبواب أمام 1.5 مليون لاجئ. هي عالمة الكيمياء التي برعت في معادلات السياسة والاقتصاد لتجعل ألمانيا سيدة أوروبا اقتصادياً وثقافياً. فمن هي أنجيلا ميركل؟ وكيف غيرت شكل ألمانيا، أوروبا وربما العالم؟ ولدت أنجيلا كاستنر عام 1954 في ألمانيا الغربية، لكنها نشأت في ألمانيا الشرقية الواقعة تحت الحكم السوفيتي الشيوعي بعد هجرة عائلتها. ستكبر ميركل على أرض دولة خاسرة في حرب عالمية، اقتصادها منهار وجغرافيتها مقسمة. ظروف ستمنع أنجيلا من حلمها في أن تصبح معلمة، أما السياسة فلم تكن تخطر ببالها على الإطلاق. ففي عالم يحكمه الشيوعيون، إذا كان والدك رجل دين فستحرم الكثير. درست الفيزياء وتزوجت زميلها أولريخ ميركل، حصلت على شهادة الدكتوراه في الكيمياء الطبيعية عام 1978، وفي عام 1982 انفصلت عن زوجها. عملت خبيرة كيميائية حتى عام 1989، حياة عادية، دراسة، عمل، زواج، انفصال. لكن شيئا ما سيحدث، سيغير ألمانيا ويمهد لجعل أنجيلا سيدة القارة العجوز. مستر غورباتشوف، tear down this wall. In meinem eigenen Leben war es der Fall der Berliner Mauer, der es mir vor nun fast 30 Jahren erlaubte, ins Offene zu gehen. انهار جدار برلين وانهارت معه كل الجدران أمام ميركل، وجاء الوقت لتدخل عالم السياسة في ألمانيا الموحدة. Was festgefügt und unveränderlich scheint, das kann sich ändern. المرأة التي جاءت من خلفية علمية بحتة انضمت إلى الحزب المسيحي الديمقراطي عام 1989، وفي عام 1990 عينت نائبا للسكرتير الصحفي في حكومة لوثار دي ميزيير، ووصلت إلى البرلمان في أول انتخابات تشريعية بعد الوحدة. أصبحت وزيرة للمرأة والشباب، ثم وزيرة للبيئة والسلامة النووية. تزوجت من يواكيم ساور عام 1998، ولكنها احتفظت بلقب زوجها السابق. في عام 2000 أصبحت رئيسة لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي. عام 2005 أصبحت أول مستشارة في تاريخ ألمانيا وأول مواطنة من ألمانيا الشرقية تقود البلاد بعد الوحدة. أعيد انتخابها عام 2009 ثم 2013 ثم 2017، 4 ولايات لأول امرأة تحكم ألمانيا، والتي تمكنت من التربع ضمن قائمة فوربس لأقوى نساء العالم 8 مرات. ماما ميركل. بالرغم من أنها لم تنجب أطفالاً، مثلت ميركل حالة استثنائية لجهة اهتمامها بالمرأة والطفل والأسرة، حتى لو تطلب الأمر إجازة أمومة للرجل. نعم، الأمر متاح. فلكي تشجعك على الإنجاب أكثر، وهو ما لا نحتاج التشجيع عليه في عالمنا العربي طبعاً، أقرت الحكومة الألمانية إجازة الأمومة مدفوعة الأجر لمدة 14 شهراً لأي من الوالدين. لكن الأهم من كل ما سبق هو إنجازاتها الاقتصادية. لقد هزمت ميركل الشيوعية التي نشأت فيها، فقد قامت بوضع الحد الأدنى للأجور لأول مرة ب8.5 يورو في الساعة، وهذا ما ساعد القسم الشرقي من البلاد الذي يعاني الفقر. وأكملت أنجيلا نهضة ألمانيا الاقتصادية التي بدأت منذ إعادة توحيدها عام 1990، وأصبح اقتصاد البلاد في عهدها الأول أوروبيا والرابع عالميا بعد اليابان والصين والولايات المتحدة. ودفعت البطالة من 12.9 عام 2005 إلى حاجز 4.9 فقط عام 2018. عجز الميزانية بلغ 3.5% عند وصول ميركل، وتحول هذا العجز إلى فائض يقدر بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي. الفائض في الحساب الجاري بلغ 2% فقط عام 2005، وارتفع لقرابة 8% عام 2018.
كل هذه الإنجازات وغيرها دفعت الألمان لتسميتها ماما. إذن فاللقب الشهير أطلقه الألمان عليها قبل السوريين بسنوات. ميركل الحاسمة. لطالما تناولت الصحافة أخبارها كشخصية حنونة وعاطفية، لكن وراء هدوئها حسما من نوع مختلف، فقد قامت بإلغاء التجنيد الإجباري عام 2011 بعد أكثر من 5 عقود على فرضه، بالرغم من المعارضة الشديدة التي لاقتها، وذلك ضمن خطتها لتحويل الجيش الألماني إلى جيش احترافي يتكون من 170 ألف جندي بدلا من 250 ألف. وكانت جريئة بما يكفي لإغلاق 10 مفاعلات نووية بشكل فوري على إثر كارثة مفاعل فوكوشيما اليابانية عام 2011، وأعلنت عزمها إغلاق جميع المفاعلات النووية الألمانية بحلول عام 2022. قرار جريء سيعني بحث ألمانيا عن مصادر طاقة بديلة، وهو ما تحقق بشكل كبير عام 2017، فما معدله 85% من إجمالي الطاقة في ألمانيا يتم توفيره عبر الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية والطاقة المائية. grundlegend verändert werden muss, aber auch grundlegend verändert werden kann. Ich werde mich deshalb mit ganzer Kraft dafür einsetzen, dass Deutschland, mein Land, im Jahr 2050 das Ziel der Klimaneutralität erreichen wird. المرأة الحديدية، رائدة أوروبا. ميركل هزمت الشيوعية مرة، وهزمت هتلر مرات ومرات، فهي لم تلعب على أي وتر قومي أو أيديولوجي أو عرقي على الإطلاق، لكنها تمكنت من جعل ألمانيا القوة العظمى في القارة العجوز لأول مرة منذ الحربين العالميتين وبلا رصاصة واحدة، فقط عبر الكفاءة بالعمل. في الماضي كان هتلر يدمر أوروبا ويغزو العالم لصالح طموحاته التوسعية، واليوم تقف ميركل ضامنا للوحدة الأوروبية حتى مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتراجع الدور الفرنسي. جعلت أنجيلا من ألمانيا عملاقا يفرض شروطه على الجميع بقوة السياسة والاقتصاد وبلا شعارات فارغة. ولكي نعرف أهميتها هنا، يجب أن تتذكر أزمة اليورو التي كادت أن تودي بدول إلى هاوية الإفلاس. اليورو هو العملة التي تتعامل بها غالبية دول أوروبا منذ عام 1999، ومجموعة الدول المتعاملة به تسمى منطقة اليورو. على إثر الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، بدأت دول اليورو بالاستدانة لسد العجز في موازناتها، ديون سيادية تفاقمت وتراكمت ولم يعد بالإمكان سدادها، فقد تبين أن بعض الدول فاق دينها 60% من إجمالي ناتجها المحلي. بدأ الإعصار من اليونان، وأصاب البرتغال وإسبانيا وإيطاليا، ومعهم قبرص وإيرلندا وغيرها. هذه الأزمة وصفت حينها بأنها أسوأ ما مرت به أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وكان السؤال الأهم وقتها: من يملك المال ليساعد الأصدقاء؟ والإجابة تكمن في دولة واحدة، ألمانيا، فهي الدولة التي صمدت في أزمة 2008 وتمتلك الكثير في خزائنها. ميركل التي تعشق الطبخ عرفت تماما كيف تحضر الخلطة المناسبة لإنقاذ اليورو، فقد أعلنت استعدادها لتقديم المساعدة، لكن بشرط فرض خطط تقشف واسعة على الحكومات المعنية، ما عنا قلة الأجور وارتفاع السن القانونية للتقاعد وتخفيض النفقات العامة وزيادة ساعات العمل. سياسات ستوافق عليها الدول المحتاجة، لكنها ستغضب الشعوب وتجعل من أثينا ولشبونة وروما وعدة عواصم أخرى ساحات مفتوحة للغضب. ووصفت ميركل بأنها رمز للكراهية والقسوة، شبهتها الصحف بهتلر الذي يحاول أن يحتل أوروبا اقتصاديا. انتقادات لم تضعف ميركل ولم تزعزع ثقتها بنفسها، وجاءت النتائج مذهلة. خرج اليورو من أزمته جزئياً، وتعافت اقتصادات الدول التي كانت على وشك الانهيار، وكان ذلك نجاحاً باهراً لميركل، ما دفع الألمان لإعطائها الثقة للاستمرار في الحكم مجدداً عام 2013. عدوة الجدران بلا منازع.
هل يمكن أن تخسر تأييد حزبك وتخالف كل حلفائك وتخاطر بكرسي حكمك لأجل حفنة من اللاجئين؟ هذا بالضبط ما فعلته ميركل. فعلى عكس كل ما كان يدور في العالم من سياسات شعبوية معادية للمهاجرين، قررت ميركل استقبال الجميع. 1.5 مليون لاجئ غالبيتهم من السوريين دخلوا ألمانيا ضمن سياسة الباب المفتوح التي أعلنتها عام 2015 بالرغم من اعتراض جيرانها. في البداية كان 33% من الألمان مؤيدين لسياسة أنجيلا، لكن مع وقوع أحداث اعتداءات جنسية اقترفها مهاجرون وعلى رأسها حادثة الاعتداء الجماعي في كولونيا، هبطت نسبة المؤيدين إلى ما دون 18%. تراجعت شعبيتها وبزغ نجم حزب البديل لألمانيا اليميني المتطرف، وخسرت ميركل 1.5 مليون صوت في انتخابات عام 2017. فما العمل؟ لنطرد اللاجئين، نضيق عليهم، نلاحقهم في الشوارع ونعيدهم إلى بلدانهم الممزقة كما يفعل آخرون. لكن ميركل التي تعرف ما تفعل جيدا فضلت مبادئها ومصلحة بلادها على كرسي الحكم. في عام 2018 أعلنت تناحيها عن قيادة الحزب وأنها ستستمر في منصب المستشارة حتى عام 2021. لقد كان إعلان رحيل مبكر بعد حكم دام 14 عاما، فالمرأة قادت أوروبا وحفظت وحدتها في ظل صعود الأحزاب القومية التي لا تعبأ بالاتحاد الأوروبي ولا تكترث باليورو. هي آخر المدافعين عن الغرب الليبرالي كما وصفتها صحيفة نيويورك تايمز. لما لا؟ ألا يمتلئ العالم بالقادة الشعبويين من أمثال أمريكا ترامب وبريطانيا بوريس جونسون؟ وتأمل يا رعاك الله، ميركل التي تعلمت المشي متأخرة سبقت الجميع. المرأة المتواضعة البعيدة عن حياة الرفاهية جعلت من ألمانيا سيدة أوروبا بلا منازع. ميركل التي سمتها جريدة التايمز الأمريكية أقوى امرأة في العالم استطاعت أن تكسر 3 من أكبر الحواجز في الحياة السياسية الألمانية، فهي العالمة التي تخرج من المختبر لتدخل السياسة وتنجح فيها، والمرأة التي تقود بلادا وحزبا يغلب فيهما الذكور عادة، وابنة ألمانيا الشرقية الشيوعية التي ستقود قلعة الليبرالية الأوروبية. ميركل في حياتها الشخصية أشد روعة، هي لا تسمح لحراسها بإغلاق الطرق أثناء مرور موكبها، لا تسكن بقصر ولا تملك يخت ولا حتى طائرة خاصة. تخيل أن أحد أقوى قادة العالم يسكن في شقة قرب أحد متاحف برلين منذ عقود. هي لا تستبدل طاقم عملها، تتجنب الاتصال بهم في العطلة، وتشتري من المتاجر العامة، وتتأكد من قياس الحذاء قبل المغادرة. ترحل ميركل عن الحكم عام 2021، ولا أحد يعلم ما الذي ينتظر عالما يتناقص فيه أمثال ميركل ويزداد فيه أمثال ترامب.